دكتور، أنت تدرس أنت؟ نعم. كم الصف؟ صف السادس. السادس، أعطني صنفة قديومش؟ ااا إيه دكتور المكستيومش؟ إيش من اشتقيت من بلدك قبل الحرب؟ ما بعرف. برجع بريد برجع ضيعتنا. بزم بتردكتلنمزة دنمك استيوم، مايمزة دنمك استيوم ليه؟ نفس رجع ضيعتنا. شيماء. تمام. ايش تريدين تصيرين من الوظيفة؟ كوافيرة. كوافيرة والمكسر. كوافيرة والمكسر. ارجع معاد نعسان. يرمد المكستور. ايه؟ يرمد المكستور. يرمد المكستور. احنا جينا يعني لهوني. ايه منين هاجرتوا يعني؟ من معاد النعسان. معرض يبي يير وار اوردن. اوردن. اوردن شوف ماي وزدمش. في منطقتكم ايش اشتغلتي منها؟ كل شيء. هر شيء. هر شيء. Suriye'nin İdlib kentine bağlı Atme kasabasına yakın bir noktada imkansızlıklara rağmen okula gitmeye çalışan minik Muhammed'in gazetecilerin sorusuna verdiği cevap yürekleri dağladı. Bizden ne istersin sorusuna, geçmiş günlerimi, kaybettiklerimi ve evime geri dönmek istiyorum sözleriyle yanıt verdi. Savaşın neler kaybettirdiğini tek cümleyle özetledim.